أهلا بكم. اجتماع كبير للعمال شهدته ساحة محمد علي في العاصمة التونسية أمس استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ الإضراب العام، رافعين شعارات تنادي برحيل حكومة يوسف الشاهد بعد فشل المفاوضات معها بشأن الزيادة في أجور 670 ألف موظف في القطاع العام. الشاهد يعلن سابقا أن الإضراب سيكون مكلفا للغاية وأن حكومته لا تستطيع تلبية مطالب المنظمة العمالية بشكل لا يتناسب مع إمكانيات الدولة المالية. تصريحات أدت إلى إقرار هذا الإضراب لأول مرة منذ 2013، لتشهد البلاد التي تعيش واقعا اقتصاديا صعبا شللا شبه تام للحركة يوم أمس عبر تعطيل العمل بالمكاتب الحكومية ومؤسسات الخدمات بالقطاع العام على غرار وسائل النقل والمدارس والإعلام والمستشفيات مع استثناء خدمات الطوارئ. محللون يرون في ذلك العديد من الجهات السياسية أن العديد من الجهات السياسية تسعى من خلف الاتحاد إلى مفاقمة الأزمة الاجتماعية والسياسية بهدف عرقلة المسار الديمقراطي، لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي هذا العام. فما هي خلفيات هذا الإضراب؟ وما هي انعكاساته على الساحة التونسية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟ وهل نحن أمام إضراب نقابي أم سياسي؟ هل هناك من دور سياسي يلعبه اتحاد الشغل في المشهد التونسي؟ مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى المشهد ومشهد اليوم من تونس، نبدأه بهذا التقرير. أكثر من 650 ألف موظف حكومي استجابوا لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للمشاركة في إضراب ليوم واحد تخللته مسيرة شارك فيها الآلاف في ساحة محمد علي قبالة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد بالعاصمة تونس. إضراب هو الأول من نوعه حسب المراقبين، يأتي في سياق سنة انتخابية حيث من المنتظر أن تشهد تونس انتخابات تشريعية، في حين أن بعض الجهات السياسية تتهم الاتحاد بتنفيذ أجندات بعض الأطراف السياسية لتحقيق أهداف سياسية. شعارات مختلفة طالبت باستقالة الحكومة الحالية وتنفيذ سياسات جباية عادلة ودعم زيادة الأجور. وأكد نور الدين الطيوبي في كلمة أمام المحتشدين أن الاتحاد سيواصل مسيرته للمطالبة بانتزاع الحقوق. الإضراب يوم 17 أنا جيد، إضرابنا ما تمسكين به. الإضراب أصاب الحياة اليومية في تونس بمختلف نواحيها الاقتصادية والتعليمية والخدماتية بالشلل التام، وقد حذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد من أن الإضراب سيكون له كلفة كبيرة على البلاد في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. سوء الخدمات في تونس ينذر بثورة جديدة، حيث 1,800,000 مواطن لا يصلهم الماء الصالح للشرب، و500,000 عائلة ليس لديهم سكن يؤويهم. ويشهد الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد منذ ثورة 2011، لكن توقعات الحكومة أن يصعد نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1% في 2019 مقابل 2.6% في 2018، وقد بلغت نسبة التضخم في البلاد 7.5% في 2018، في حين لم تستطع الحكومة الإفلات من شروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتخفيض الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية مع تقاعد عشرات الآلاف من الموظفين. فكيف سيكون المشهد التونسي بعد هذا الإضراب؟ مشاهدينا، يسعدني أن أرحب بضيفنا هنا في الاستديو زياد بومخلا، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ زياد أهلا فيك. أهلا معنا. أهلا. كما نحن سنكون خلال هذه الحلقة بانتظار انضمام أيضا ضيوف آخرين من تونس، أبدأ معك بالأسباب في النهاية التي أدت إلى الوصول إلى هذه النقطة وإلى هذه الأزمة باختصار. لماذا يأتي هذا الإضراب؟ هذا الإضراب يأتي في سياق تعثر المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل. بالعودة إلى الوراء قليلا، نعلم جيدا أنه الاتحاد العام التونسي للشغل كان عبر بشكل واضح في حوار قرطاج في صيغته الأخيرة التي دعا إليها رئيس الجمهورية
عن موقف واضح من حكومة يوسف الشهد، وكان يرى ضرورة ذهاب هذه الحكومة باعتبار أنه تقدير الاتحاد أن هذه الحكومة بقيادة يوسف الشهد غير قادرة على إنفاذ الإصلاحات الضرورية في مستوى جملة من الملفات الأساسية. من هنا انطلقت الأزمة الحقيقة، وممكن تعود الأزمة إلى شهر مايو الماضي عندما بلغ التلاسن بين قوسين بين الحكومة والاتحاد إلى أعلى مستوياته. هناك في الأثناء كذلك الكثير من مواطن الاحتكاك الشديد بين الحكومة والاتحاد مع بعض النقابات الأساسية. من المعلوم جيدا في المشهد التونسي أنه هناك أزمة متواصلة بين الحكومة ممثلة في وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي التي جعلت من الموسم الدراسي مهدد في تونس ومهدد بأن تكون سنة بيضاء إثر تعثر كل محاولات المفاوضات بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية والتعليم في تونس، بما يؤكد أنه الأزمة الحقيقة عميقة بين الاتحاد وبين الحكومة. ولذلك وصلنا إلى هذا النفق المسدود في النهاية بالذهاب إلى إضراب عام، كان قبله كذلك إضراب في القطاع الخاص قبله فقط بشهر ونيف. ولذلك الحقيقة هناك أزمة متصاعدة بين الحكومة والاتحاد أدت إلى هذا الحدث. وممكن بالعودة كذلك إلى بدايات الثورة، نعلم أن القضية الاجتماعية بما هي قضية حقيقية موروثة من نظام الفساد والاستبداد الذي أورث بين قوسين دولة متهالكة اقتصاديا ودولة متهالكة بين قوسين اجتماعيا وفيها الكثير من الصعوبات على مستوى التوازنات المالية والاقتصادية. طبعا هذه القضية كانت القضية الحاضرة باستمرار في الأجندة التونسية في الأجندة الوطنية، وبقدر ما أجادت النخبة السياسية في إدارة الحوار السياسي والوصول إلى توافقات سياسية جنبت البلاد ما وقعت فيه منكم بلدان أخرى من الثورات الربيع العربي، إلا أن القضية الاجتماعية والاقتصادية هي موطن الخلل وموطن الضعف. طيب. في التجربة التونسية الحقيقة ولابد من البحث قليلا في هذه النقاط. نعم. لكن ليكن في سياق حديثنا، ونور الدين الطبوبي تحدث عن قرار أسمه بالقرار النضالي التصعيدي الذي سيتخذه الاتحاد في حال عدم استجابة الحكومة ما بعد هذا الإضراب وما بعد هذه الخطوة، ما الذي يمتلكه الاتحاد من أوراق ضاغطة أو أوراق تصعيدية كما وصفها الطبوبي؟ نعم، طب الاتحاد دعا إلى هيئة إدارية ستنعقد يوم الغد، وطبعا هي أعلى هيئة في الاتحاد ومخولة باتخاذ إجراءات في هذا الغرض. طبعا الاتحاد الحقيقة يملك الكثير من أدوات الضغط. الاتحاد أثبت في الفترة الأخيرة أنه هو المتحكم بشكل كبير في المشهد التونسي، ويعود هذا التحكم إلى نقطة أساسية وهو ضعف المنظومات الحزبية في المقابل التي لم تستطع أن تصنع التوازن مع الاتحاد. يعني هناك حديث عن الاتحاد قد يذهب في إضراب عام في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص بما يعاظم من حجم الأزمة، أو إضرابات يعني جهوية متتالية يعني من جهة إلى جهة أو محافظة إلى محافظة. فالحقيقة الاتحاد يملك الكثير من أدوات الضغط، والاتحاد مكينة هائلة. يعني عدد المنخرطين صلب الاتحاد يصل إلى 700,000 يعني منخرط. نعم. بما يعني أنه هذه مكينة ضخمة تتحرك بشكل قوي. والاتحاد استطاع كذلك أن يستحوذ على القضية الاجتماعية في البلاد التي فشلت كذلك الأحزاب في إبرازها وفي تبني مشروع اجتماعي واقتصادي يمكن أن يقنع المواطن التونسي في يعني ببرامج ومشاريع الأحزاب السياسية. فالاتحاد من هذا الجانب لديه قدرات حقيقية في النضال على مستوى الشارع، وعنده قدرة حقيقية كذلك على التحكم في المشهد. ولكن يعني المفارقة أنه هذا التوجه في الحقيقة هو فيه جرعة كبيرة من السياسة، فيه جرعة كبيرة من التوجه السياسي وليس مجرد فقط قضية اجتماعية، وخاصة تعاظم هذا مع موقف الاتحاد الأخير بأنه معني بالانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في خريف 2019. لوموند أيضا الفرنسية كانت تحدثت أيضا بذات التوجه الذي تحدث به، لكن أمام هذه القدرات الكبيرة بالنسبة لاتحاد الشغل في تونس، ما الذي تملكه الحكومة؟ هل ستقدم حل برأيكم في المرحلة المقبلة، أم ربما فعلا تتجه الأمور نحو التصعيد كما يريد اتحاد الشغل في حال عدم وجود حل؟
طبعا الحكومة على لسان رئيسها سيد يوسف الشاهد في خطابه الذي كان في بضع دقائق بعد إعلان الاتحاد عن المضي في الإضراب الذي تم بالأمس، كان واضح أنه هو ميزانية الدولة مع إمكانيات الدولة في هذه المرحلة لا تسمح بحجم الزيادات في الأجور التي طلبها الاتحاد، وإن كانت الحكومة قد قدمت مقترحا في زيادات لم يرضي قيادة الاتحاد. ينضاف إليه أن الحكومة في حالة حوار مع ولديها تعهدات مع صندوق النقد الدولي، وتفرض هذه التعهدات والاتفاقات على الدولة بند من بنودها الأساسية وعدم الزيادة في الأجور لهذه السنة، ولذلك الحكومة تعلم جيدا أنه في حالة الذهاب يعني في شروط الاتحاد أنه هذا سيفقدها في تقديرها شريك مهم جدا على المستوى الدولي وهو صندوق النقد الدولي، وهذا قد يدخل الاقتصاد التونسي في حالة انهيار كامل أمام المؤسسات الدولية. ففي تقديري كذلك أنه الاتحاد سيعود إلى طاولة المفاوضات. الاتحاد صحيح أنه يمتلك الكثير من يعني ورقات الضغط، ولكن الاتحاد في النهاية يحتاج أنه يصل إلى حلول مع هذه الحكومة، وأثبتت التجربة أنه في الاتحاد في النهاية سيتجاوب مع بعض الطلبات، وأنه كذلك الاتحاد يعني يحسب خطواته في المرحلة القادمة، لا يمكن أنه يستغرق في هذه السياسة إلى ما لا نهاية، ولا شك أنه طاولة المفاوضات ستحسم هذه النقطة في المرحلة لكن القادمة. لكن إذا استمرت الأمور بهذه الصورة هناك طرف ما سيصطدم بالشعب في النهاية، لأن الشعب يريد في النهاية الخدمات أن تقدم، هنالك حياة بالنسبة للمواطنين يجب أن تسير على ما يرام. بمن نعم. سيصطدم الشعب في النهاية، بالاتحاد أم بالحكومة برأيك؟ هو للأسف بالضبط، والخاسر الأكبر هو الشعب التونسي في هذه المعركة التي ممكن لا يمتلك فيها الشعب التونسي لا ناقة ولا جمع. يعني الجميع كأنه متهم في هذه المعركة، الشعب التونسي ملا من كل الأطراف للأسف، وهذا مؤشر خطير بالمناسبة سديحي في الحياة السياسية التونسية. بقدر ما يثمن التونسيون ويفتخرون بالحصيلة الديمقراطية للتجربة التونسية، بقدر ما لديهم قلق واسع في هذه المرحلة على مستقبل البلاد، وملوا الخطابات مغلب الأطراف السياسية بما فيها خطاب الاتحاد، ويعتبرون أنه في حالة من عدم النضج في عند الأطراف المختلفة في البلاد التي تغلب مصالحها الذاتية والفئوية على حساب المصلحة الوطنية، وهذا نذير خطر في الحياة السياسية التونسية، وهذا تعبر عليه حتى مؤسسات تبر الآراء يعني التي تؤكد أنه 66% في هذه المرحلة على الأقل في هذه اللحظة يعبرون عن أنهم لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع في المرحلة القادمة، في تعبير واضح على انه التونسيين يعني ملوا طريقه اداره الاختلاف السياسي بين مختلف الاطراف يعني السياسيه وكذلك الاجتماعيه في البلاد، ولذلك بالفعل نحن امام كانما بدانا نمس مكسب مهم جدا للتجربه التونسيه، وهو المكسب السياسي واستمرار التجربه، ولذلك الجميع معني بمراجعه اجنته، الجميع معني بانه يعيد بناء خطابه بطريقه مختلفه، والجميع معني انه نجد حلول لهذه الازمه. بالمناسبه الازمه الاجتماعيه لن تحلها لا حكومة يوسف الشاهد ولا الاتحاد العام التونسي للشغل باتخاذ هذه السياسة. الواضح أنه هذه القضية مؤجلة إلى ما بعد انتخابات 2019. قدر التونسيين هذه في المرحلة أنه خفف الاحتقان إلى أعلى درجة ممكنة حتى تذهب البلاد الانتخابات في موعدها في خريف 2019، وحتى ندشن في تقديري مع بعض حوار اجتماعي واقتصادي حقيقي يخلص إلى مدونة وطنية متكاملة تعالج هذه القضية في عمقها ولا تعالجها فقط في مستواها السطحي وهو قضية المطلبية أو الزيادة في الأجور. نحن نحتاج إصلاحات عميقة في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، في قطاع في 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 موضوع الموانئ، في موضوع الديوانة، كثير من الملفات الحقيقة تحتاج علاج حقيقي. في النهاية على بعد 8 أعوام على الثورة التي شهدتها تونس، تمر هي ما زالت في مرحلة انتقالية، ومعروف أن المراحل الانتقالية في عمر الدول تشهد الكثير من الحاجة إلى التطوير ومعادلة الأمور، سواء في التعليم، في الصحة، في المواصلات، في غيرها من القطاعات. لكن طالما أن المفاوضات كانت تسير بشكل جيد، يعني حصل هنالك زيادة فيما يتعلق ب، خلينا نتحدث احنا بالسبب الرئيسي اللي هو زيادة الأجور، لطالما أنه كان هنالك زيادة في الأجور للقطاع الخاص وزيادة كذلك في القطاع العام، وإن كانت في ما يتعلق بالزمن بنسب متفاوتة على سنتين وعلى 3 سنوات، ما الذي تغير بالضبط حتى تعود الأزمة إلى الواجهة من جديد، وحتى نصل في النهاية إلى ما يمكن القول بأنه أكبر إضراب في تونس منذ 5 أعوام؟ تأكيد لكلامكم، يعني زيادة في الأجور بلغت لدى موظفي الدولة من 25%
يعني بعض موظفي الدولة يعني تحصلوا على إضافات يعني متتالية وصلت إلى حدود 140% لبعض الإطارات العليا في الدولة، بما أنه كان هناك زيادة في الأجور في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، ولكن هذا لم يتناسب كذلك مع حجم النمو الذي حصل في البلاد. بالمحصلة اقتصاديا حصل تضخم هائل، مديونية، وكانت الدولة تستدين، وهذه نقطة ذكرها رئيس الحكومة طبعا صحيح، وكانت الدولة تستدين من أجل تغطية رواتب وأجور يعني الموظفين، وترتب على هذا كذلك أنه مؤشر النمو كان مؤشر نمو فيه شيء من المغالطة، باعتبار أنه جزء من مؤشر النمو الذي كان يسجل سنويا كان بسبب يعني كلفة الأجور التي تقدمها الدولة لموظفيها. الآن يعني هذا المشكل الحقيقي، وهذا يحيل على مشكل هيكلي عميق في الاقتصاد التونسي، وهذا كذلك يعود إلى تأخر الإصلاحات في مختلف القطاعات المهمة التي تحتاج إصلاحا حقيقيا وفوريا حتى نستطيع أن ندخل في مرحلة جديدة للاقتصاد التونسي بمقتضاه يمكن أن يبنى النمو على الإنتاج الحقيقي. أزمات أخرى كذلك، تعطل الإنتاج في أكثر من قطاع مهم كان يوفر لميزانية الدولة الكثير من العملة الصعبة، مثلا الأزمة المزمنة في قطاع الفوسفات الذي شهد إضرابات متتالية، ونعرف أن تونس تنتج يعني كميات هائلة من الفوسفات وهي أحد أهم المنتجين العالميين، وما يدخل هذا لميزانية الدولة من يعني من عملة صعبة تأثرت بشكل كبير جدا في السنوات الماضية، وتراجع يعني معدل إنتاج الفوسفات إلى أدنى مستويات في العقود الماضية. كل هذه القضايا يعني أنتجت هذا الوضع. اليوم يعني المعادلة يجب أن تقوم على التالي: حوار اجتماعي واقتصادي يخرج البلاد من حالة الإصلاح الجزئي إلى خطة استراتيجية وطنية لعلاج القضية الاجتماعية والاقتصادية، تلطيف الأجواء والسياسية، لأنه بالمناسبة الخطاب البارحة كان في غرفة الاتحاد فيه الكثير من العنف السياسي، يعني خطاب الاتحاد كان خطاب فيه الكثير من ترذيل الأطراف الأخرى، كان خطاب فيه كثير من التهديد كذلك، أنه الاتحاد قادر، أنه الاتحاد ماضي، أنه الاتحاد يعني كأنه سيدوس الجميع. نعم. وسيحقق، وزعت الورود على الحاضرين. نعم. بينما وزعت فالخطاب الحقيقة مقلق وينبئ بأنه المستقبل لن يكون على أفضل حالاته إذا استمر حالة الاحتقان وحالة تبادل التهم بهذه بهذه الطريقة. فيما يتعلق بمسألة التضخم، هل أنت تقف يعني اسمح لي يعني تقف بالصف الحديث الذي تحدث به سيد يوسف الشاهد من أن زيادة الأجور ستؤدي في النهاية إلى التضخم، وهو محق بالمناسبة في هذه الحالة، ولكن إلى أي مدى؟ لأنه هو تحدث في النهاية عن مسألة أن زيادة الأجور لابد من زيادة في النمو في المقابلة حتى لا تحصل مسألة التضخم، وهذه بالمناسبة قضية اقتصادية بحتة. هو أعتقد من وجهة نظري الشخصي بناء على دراسات اقتصادية أنه محق فيها أيضا. هو محق فيها صحيح، هو كل كذلك الخبراء الاقتصاديين يؤكدون هذه النقطة، ويؤكدون أنه جزء كبير من الانفلات الذي حصل في الاقتصاد التونسي هو كتلة الأجور التي تكلف الدولة يعني ملايين الدينارات التونسية، ولذلك لابد من معالجة هذه النقطة، فضلا أنه في حديث كبير على أنه هناك حالة من التكدس إن صح التعبير على مستوى الوظيفة العمومية في دولة لا يجب أن يكون فيها عدد الموظفين بهذا الشكل، ولكن هذا الواقع التونسي. لكن في المقابل هناك شيء مهم جدا تلام عليه هذه الحكومة وجزء جل الحكومات المتعاقبة، هو تأخر إنفاذ الإصلاحات الكبرى وخاصة قضية محاربة الفساد. السيد يوسف الشاهد جاء بشعار في الفترة الأخيرة عبر عنه في مايو 2017 عندما قال كلمته الشهيرة: أنا اخترت تونس، يعني في تدشين لحربه ما عبر عنه أو حربوا على الفساد، ولكن الحقيقة حصيلة هذه الحرب التي أعلنها كانت حصيلة ضعيفة، فضلا عن شبهة تلاحقها أنها كانت لغرض تصفية حسابات ممكن مع بعض الخصوم السياسيين. الحكومة فشلت في هذا الباب، الفساد ينخر مؤسسات الدولة، وتقرير دائرة المحاسبات 31 لسنة 2018 اللي هي أحد المؤسسات في رئاسة الحكومة أكدت أنه الفساد ينخر بعض مؤسسات الدولة، وأنه الخسائر السنة الماضية كانت بملايين
بمئات الملايين الدينارات التونسية في إهدار للمال العام. ولذلك الوضع الحقيقي وضع مقلق ووضع خطير ووضع يحتاج إرادة سياسية أكبر. المشكلة كذلك تتعظم عن كون هذه الحكومة هي حكومة أقرب يعني في زمن انتخابي، ولذلك أنا تقدير الحكومة لن تقدم على إجراءات مؤلمة ممكن تؤثر على شعبيتها أمام الشارع التونسي. لذلك القضية الحقيقة مرتبطة كذلك بالرهانات الانتخابية، مما يجعل أنه الأفق محدود جدا في هذه المرحلة، وأنه لابد من إدارته بأقل التكاليف، وأن نذهب في أقرب فرصة ممكنة إلى إنجاز الانتخابات في موعدها. طيب، ينضم إلينا الآن هاتفيا سمير ديلو القيادي في حركة النهضة. سيد ديلو، أهلا فيك معنا. كيف تقرأ حركة النهضة المشهد في تونس اليوم؟ من أي زاوية تحديدا تقرؤون الإضراب العام؟ حق الإضراب هو حق دستوري مقدس، ومن حق المنظمة النقابية أن تدافع عن المصالح المادية والمعنوية لمنظوريها. ونحن من الذين يقدرون أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك اجتماعي رئيسي في مسيرة استكمال الانتقال الديمقراطي. المسألة تتجاوز المطلبية النقابية وقضية الزيادة في أجور الموظفين العموميين إلى قضية أكبر، هو أنه لا مجال لأن ينجح الانتقال الديمقراطي في تونس بدون مساهم أو رئاسة الجمهورية أو البرلمان أو المنظمة الشرعية. بخصوص القضية الرئيسية التي يدور حولها الخلاف، هي موازنة بين مطالب مشروعة للشغالين عبر منظماتهم التي تمثلهم، والإمكانيات الصعبة التي تعيشها البلاد والتي تجعل قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب النقابية محدودة، ولكن لا خيار أمام الجميع إلا الاحتكام بطاولة المفاوضات وتغليب المسؤولية وروح العقل. طيب سيد ديلو، يبدو أن هناك تقطع في الصوت ويبدو أننا فقدنا التواصل مع السيد سمير ديلو، سنعود له أيضا في سياق حديثنا. أستاذ زياد، أنت يمكن تحدثت عن مسألة فشل الحكومة في القضاء على الفساد أو في محاربة الفساد، هو الشعار الذي رفعه يوسف الشاهد. طبعا في هناك ملفات أخرى مثل مثلا موضوع الضرائب، كذلك يقال بأن الحكومة أيضا فشلت فيه، لكن تلام الحكومة هنا بأنها قامت بتعويض كل هذا من أجور الموظفين، هل أنت مع هذه الرؤية؟ نعم، هناك خلل في إدارة يعني التوازنات المالية وكذلك الاقتصادية في البلاد. يعني ساحة الحكومة غير خالية من المسؤولية، بالعكس هي تتحمل جزء كبير من المسؤولية في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. وبالفعل يعني القضايا التي يطرحها الاتحاد قضايا حقيقية وقضايا مشروعة. السؤال هو كيف نعالج هذه القضايا وليس في حقيقتها أو في طبيعتها. نعم، الحكومة كذلك يعني في موضوع، ما زلنا حتى في موضوع توزيع الثروة على مستوى البلاد، ما زال هناك مشكل حقيقي كبير. الأخطر من ذلك على الإطلاق عفوا هو كلام رئيس الحكومة في آخر ظهور إعلامي له عندما تحدث عن مشروعه السياسي وحديثه عن أنه الملوان التنموي الذي كرسه نظام الفساد والاستبداد ما زال صالحا لتونس. هنا الحقيقة تكمن مشكلة حقيقية، كون أنه رأس السلطة التنفيذية في تونس رئيس الحكومة يعبر على أنه المنوال التنموي الذي ثار عليه التونسيين يوم 14 جانفي 17 ديسمبر ما زال صالح لإدارة البلاد، هذا يعبر عن مشكل حقيقي جدا في تصور الإصلاح لوضعية الاقتصاد التونسي. فلا شك أنه المنوال التنموي الذي اتخذته الدولة التونسية في السنوات الماضية وفي العقود الماضية يعني انتهت فترة صلاحيته، نحتاج إلى منوال تنموي جديد بالكامل يثمن جملة من القطاعات المهمة في البلاد التي ظلت على مركونة على الرف في إطار تقاسم بين قوسين الاقتصاد التونسي بين جملة من
المغلوبيات، لدينا قطاع فلاحي واعد ما زال إلى اليوم يعني بعيد عن معدلاته الحقيقية التي يمكن أنها تنعش الاقتصاد التونسي، لدينا الاستثمار في التربية، في الصحة، في كثير من القضايا التي تحتاج إعادة نظر حقيقي من أجل أنه نبني اقتصاد وطني متماسك وقوي ويثمن المنتوج الوطني. يعود إلينا مرة أخرى سمير ديلو القيادي في حركة النهضة. سيد ديلو مرة أخرى أهلا فيك معنا، هل تعتقدون بأن هنالك من جهات سياسية تقف خلف الاتحاد حتى تصل في النهاية إلى أهداف سياسية؟ هنالك من يقول أن الهدف البعيد بالنسبة لهذا الإضراب هو ضرب حركة النهضة فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة في هذا العام 2019، خاصة وأنه يكفيها بأنها تحصلت على الانتخابات المحلية الماضية. أن تكون هناك جهات سياسية تسعى للاستفادة من توتر العلاقة بين الحكومة والمنظمة النقابية فهذا أمر مفهوم وطابق للواقع، ولكن أن يكون الاتحاد ذاته بقيادته وبأجندته يخضع لتسيير خارجي فأنا لا أظن ذلك. الاتحاد عم توصل بالشغل، هو شريك اجتماعي رئيسي وهذا سيتواصل لسنوات أخرى. طيب، ما هو الحل الذي تراه حركة النهضة على الأقل مناسبا في هذه المرحلة لوضع حد لهذه الأزمة؟ الحل الوحيد هو الرجوع إلى طاولة المفاوضات والسعي إلى فك الارتباط بين المطالب النقابية المشروعة وحق الشغالين في أن لا يدفعوا لوحدهم فاتورة الصعوبات الاقتصادية، وبين السعي لتوظيف هذه المطالب المشروعة لتهيج الشارع أو للتأثير في المحطات الانتخابية القادمة أو لاستهداف خصم سياسي. الكثيرون يتصورون أنه يمكن الاستعاضة عن مواجهة حركة النهضة تحديدا عبر صناديق الاقتراع والسعي لاستهدافها عبر تلفيق القضايا أو شن الحملات الإعلامية أو السعي لتأليب المنظمة النقابية الرئيسية في تونس على حركة النهضة بتعلة أن هذه الحكومة هي حكومة النهضة وليست حكومة ائتلافية توافقية. نعم سيد ديلو، تحدثت في البداية عن الحق القانوني بالنسبة للتظاهر أو لهذا الإضراب، وتحدثت أيضا عن مشروعيته، لكن القانون ومشروعية هذا الإضراب لا ترون بأنه ينعكس بشكل سلبي جدا على المواطن في تونس؟ كل إضراب هو يمس من حق المواطن في الخدمات الاجتماعية والخدمات الإدارية، ولكن هو أسوأ الشرور وكما يقال أبغض الحلال. الحق النقابي مضمون، ولكن الحق في العمل أيضا مضمون بالدستور. تقع تجاوزات أحيانا هنا وهناك، ولكن يجب أن نعلم جميعا أن الفترات الانتقالية فترات صعبة، وأنه ليس من الهين واليسير الانتقال من وضع الذي يخاف في إضراب عام فينجم عن ذلك مئات الضحايا كما وقع منذ 40 سنة 26 جانفي في 1978 في تونس، وبين دولة تعيش تجربة ديمقراطية يقع فيها إضراب عام فلا تسجل لا خسائر مادية ولا خسائر بشرية. هذا من حسنات الانتقال الديمقراطي، ممكن أن نختلف، ننزل إلى الشارع، تصير إضرابات، ولكن في الأخير لا مناص من العودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل توافق. شكرا لك سمير ديلو القيادي في حركة النهضة. سنبقى مع ضيفنا زياد بومخلة، ولكن مشاهدينا دعونا نتوقف عند فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم لاستكمال ما تبقى من حلقة المشهد، ابقوا معنا. انتظرونا في حلقة خاصة على الهواء مباشرة مع محمود عاشور المعروف بصلاح الدين الحموي المعتقل السابق في سجن تدمر السوري. 2004 اجتني آخر زيارة في السجن، فكان بالدفع هذه كلمية في خمسة من الحمام، وكل محافظة بتروح على بلدها، وين انتم بدنا نوديكم؟ قلنا له نحن ودينا على الكرنك. نحن ما عرفانين شو هاي القصة يعني وين. اعتقلت عمرك 18 سنة.
طلعت عمرك كم؟ 42 سنة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم حول ما جاء في سلسلة مراجعاته التي بثتها قناة الحوار على مدار الشهور الثلاث الماضية، الحلقة الخاصة المباشرة تأتيكم يوم الاثنين وعلى مدار ساعتين من 6 وحتى 8 بتوقيت غرينتش. كذلك هذا القرار جاء مخالفاً لأبسط قواعد القانون الأساسي المنصوص عنها في القانون الأساسي الفلسطيني اللي هو الدستور الفلسطيني، والذي ينص على أنه لا يجوز حل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ. الرئاسة انتهت من 9/1/2009. الحكومة غير شرعية، لا يجوز لأي رئيس وزراء ولا وزير ممارسة مهام عمله إلا بعد حصوله على الثقة من المجلس التشريعي. حكومته غير شرعية وهو غير شرعي، والمجلس الوطني غير شرعي له 25 سنة. عباس، في أخ الأمر حولته إلى أداة من أدوات العدو، في أخ الأمر هو عدو، له بالتأكيد هو العقبة الوحيدة الآن أمام المصالحة وأمام مقاومة الاحتلال، وهو الذي يحاصر غزة، وأنه ينسق شهريا مع الاحتلال بنسبة 99%، وأنه يقول عن نفسه أنه لا يخجل بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني ويرفض قرارات المجلس المركزي والاتفاقات والمصالحة. قضية وحوار عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني مع المستشار محمد فرج محمود الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، يأتيكم في الأوقات التالية. هيك يفترض، ومن يمس هذه المرأة وكأنه عم يمس شرف عائلة وشرف قبيلة. تحس بوجع الغربة لما تقعدي تفكري في بلدك. كم فتاة لاجئة في العالم العربي قلنا بيفكروا انه هذا ديزاينر ممتاز، هذا جرافيك ديزاين ممتاز، طيب وين المحتوى اللي هذا الجرافيك ديزاين بده يعمله؟ لكن ربما المجتمعات الشرقية هي يعني اكثر تحفظا على موضوع الهوية، على موضوع الدين، على موضوع القيم، على موضوع اللباس التقليدي. طبيعة البني ادم هو بيقاوم لما بيكون في محاولة طمس لهويته، وحاول يتقربوا من الفكر الاوروبي، وحتى مخرجين فلسطينيين في الدراما قربوا من الفكر الاوروبي لحتى يوصل. اغلب حكامنا هم ازرع مباشره او ازرع حقيقيه للامريكان ومن عاونهم. يعني نتعامل مع قانون دولي ظالم بالفعل، مع اجراءات دوليه مجحفه جدا. ان القضيه العادله التي تفتقد لي الراوي الصحيح والسليم والمحامي الصحيح تتحول الى قضيه خاسره. هاي الحلقه اذا ما عجبتهم اعملوا لها بلوك على يوتيوب، اعملوا لها بلوك على فيسبوك. حوارهن يأتيكم في الأوقات التالية. مشاهدينا الكرام، من جديد نرحب بكم في حلقة المشهد لهذا اليوم، وأجدد أيضا الترحاب بضيفنا هنا في الاستديو الكاتب والمحلل السياسي التونسي زياد بومخلا. أهلا فيك أستاذ زياد. وكنا ربما توقفنا قبل الفاصل في الحديث عن الحكومة، أنت كيف تقرأ تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة، خاصة وأنها تتحدث عن الحوار ولا بديل عن الحوار، ولكن عندما اجتمعت باتحاد الشغل بالسيد الطبوبي اجتمعت فقط لمدة 3 دقائق، ويبدو أن هذه إشارة تلقفها البعض على أنها إشارة غير جدية من الحكومة للتعامل والتعاطي مع هذه الأزمة. تجدر هنا الإشارة إلى قضية مهمة جدا، وهي أنه البلاد تعيش أزمة سياسية منذ فترة، وأنه هذه الأزمة وصلت إلى حدود مؤسسات الدولة. الجميع يعلم أنه هناك أزمة ثقة اليوم بين رئيسة الحكومة ورئيسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية بدت في هذه الأزمة وكأنها منحازة إلى الطرف النقابي بشكل من الأشكال، وفي بعض المحللين يقولون أو يؤكدون أنه رئيس الجمهورية دفع الاتحاد إلى إنفاذ الإضراب في إطار صراعه مع رئاسة الحكومة ويوسف الشاهد.
يوسف الشاهد اللي هو ابن نداء تونس وأتى به هذا الحزب لقيادة الحكومة بعد حكومة الحبيب الصيد. فجزء من المشكل أن هناك أزمة سياسية حقيقية في البلاد تنعكس على مثل هذه القضايا وعلى حتى المفاوضات الاجتماعية وتؤثر بشكل مباشر على طبيعة المفاوضات. وكما قلت في بداية كلامي، لا شك أنه الاتحاد يحمل موقف واضح من هذه الحكومة منذ مايو الماضي، وهو عبر عن أكثر من مرة أنه يرى ضرورة رحيل هذه الحكومة برئاستها. فهذا جزء من القضية. طبعا الحكومة لا تمتلك كذلك الكثير من الحلول. الحكومة تعلم جيدا أنها أمام وضع اقتصادي واجتماعي صعب، خزينة الدولة ضعيفة، هناك تضخم يصل إلى أعلى مستويات وتقريبا وصل إلى 7.5 في الأشهر القليلة الماضية، كما قلت اتفاقات مع صندوق النقد الدولي. كل هذه الالتزامات وكل هذه الوضعية تجعل الحكومة أمام حلول محدودة ومحدودة جدا. ولذلك رأينا مثل أن المفاوضات انهارت سريعا وأدت إلى مثل هذه النتائج. يبدو كذلك الاتحاد في المقابل لم يستمع جيدا إلى طبيعة المقترحات التي قدمت الحكومة، كأنه قيادة الاتحاد، ودعني أقول جزء من قيادة الاتحاد، كان مصمما على المضي في الإضراب بغض النظر عن طبيعة المقترحات التي ستقدم الحكومة. وبعض الكواليس تتحدث على أنه يعني قيادة الاتحاد جاءت فقط لتؤكد أن الإضراب سيكون قائما في كل الحالات. يعني جزء من الأزمة هي أزمة سياسية، وهناك رهانات مستقبلية، خاصة كما قلت في ضوء ما عبر عنه الاتحاد على لسان أمينه العام طبوب بأنه معني بالانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في أول مرة في تاريخ البلاد، بما يمكن أن يجعل الخارطة الانتخابية المستقبلية في 2019 تتغير أو يحصل فيها متغيرات مهمة مع دخول الاتحاد إلى سباق الانتخابات التشريعية. طيب، والرئاسية. هذه الأزمة برأيك هل تقودنا للحديث عن ربما ثقافة جديدة بدأت تترسخ في المجتمع التونسي تتمثل بفكرة الإضراب أكثر من العمل؟ لأنه الإضراب حصل ما بعد الثورة تقريبا 3 أو 4 مرات نعم. إذا أردت أن تعرف جزء من التجربة التونسية تقول أنه الإضرابات، يعني خاصة في فترة حكم ترويكا التي بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد. نعم، هناك تراجع حاد للإنتاجية أستاذ يحيى في الواقع التونسي، فضلا كما قلت أنه هناك حالة من التكدس على مستوى الوظيفة العمومية، وأنه هناك حالة من كثير من المؤسسات تعيش حالة من زيادة في عدد العمال على حساب العدد الطبيعي. ولذلك لا شك أنه هناك تراجع حاد في الإنتاجية أثر بشكل كبير جدا، وجزء منه هناك ممكن حوار فلسفي فكري أنه إلى حد الآن الثورة لم تنتج ثقافتها، الثورة إلى حد الآن لم تنعكس كذلك على الروح العامة للمجتمع التونسي. القضية ولذلك المطلبية طغت على غيرها من القضايا المهمة والأساسية التي يمكن أن تؤسس لواقع جديد في تونس. نعم، هناك بالفعل مشكل ومعضلة في هذا البعد. السياسيين كذلك لم يستطيعوا انهم ينتقلوا بالبلاد انتقال نوعي في هذا المستوى. جزء كبير من الصراع كان صراعا سياسيا حول المصطلحات السياسيه، حول القضايا السياسيه، حول توزيع السلطه بشكل من الاشكال، واغفل السياسيين وكذلك هذه القضيه الاجتماعيه، القضيه الثقافيه، القضيه الفنيه، بما لم ينعكس بين قوسين على الفكر العام التونسي. هذه جزء من الازمه التونسيه التي تعيشها الثوره التونسيه. هناك أسئلة حقيقية في هذا المستوى وفي هذا البعد. لكن يمكن احنا تحدثنا في الوضع السياسي، لكن ايضا الوضع الاجتماعي لو احنا ما قمنا بمقارنته مع الدول الاخرى، هل يحتمل هو الاخر اضرابات عامة كهذه؟ لا، هو نعم السؤال الحقيقي، هل تقدمنا بإنجاز الإضراب البارحة؟ ماذا قدم الإضراب من جديد للبلاد التونسية؟ وزاد في اتحاد العمل يتحدثون عن نجاح. لا صحيح، الإضراب نجح حضوريا، بمعنى الناس أو الموظفي الدولة يعني أضربوا وذهبوا إلى الإضراب، ولكن فعليا ما الذي قدمه هذا البلاد؟ الصورة بالأمس كانت هي الصورة التالية: تونس معزولة عن العالم، لم تطر طائرة ولم تنزل طائرة، كل الموانئ كانت مغلقة. من النكت يعني طبعا إلا طائرة واحدة طارت، بالمناسبة طائرة جماهير النادي الإفريقي أحد الفرق الكذا، فحتى كانت هناك موجة من السخرية. ما الذي يجعل فقط هذه الطائرة تطير؟ هل هؤلاء يعني بين قوسين في شيء استثنائي حتى نذهب في هذا الاتجاه؟ يعني الحقيقة الصورة لم تكن إيجابية بغض النظر. صحيح هذا جزء من تونس الجديدة التي يكون فيها الإضراب مكفول وهو حق دستوري، ولا أحد يناقش هذا البعد، ولكن ليس كل حق دستوري يمكن استعماله في كل لحظة ويمكن إنه إنفاذ
في أي لحظة، خاصة مع ما تعيشه البلاد من أزمة. طيب أنا أريد أن أنتقل بهذه النقطة تحديدا إلى السيد الأمين البوعزيزي النقابي في الاتحاد العام للشغل والذي ينضم إلينا هاتفيا. سيدي البوعزيزي أهلا فيك معنا. إذا ما كنت تستمع إلى ضيفنا هنا في الاستوديو يتحدث عن ويتساءل ما الذي قدمه تحديدا هذا الإضراب؟ بالأمس كانت تونس معزولة كليا عن العالم، لا مطارات ولا موانئ، وحتى داخليا على المستوى الاجتماعي لم يتم تقديم الخدمات للمواطنين. أهلا بك أخي، شكرا على الدعوة، شكرا على إتاحة فرصة لوجهة نظر أخرى لما يجري في تونس. لا أخفيك يعني تونس منذ 8 سنوات ليست معزولة عن العالم، لكن في قلب أنظار العالم وقلب يعني انتباه العالم. ما جرى البارحة لا يستحق دروس من أحد ليعلمنا كيف يعني نتصرف. ما جرى البارحة أحد عناوين الثورة في تونس أن مساحة حيوية، تم بناء سياسي تم على حساب المسألة الاجتماعية، تم دستور يعني دستر حق التظاهر، تم يعني قرابة 700,000 موظف هم اليوم ضحايا خيارات اقتصادية. نرى برلمان يخدم فقط ما يسمى برجال الأعمال، نرى دولة تعوض إلى ما يسمى رجال الأعمال على حساب هؤلاء، نرى ميزانية الدولة يعني تبنى على ضرائب دافعي الضرائب الذين لا يملكون إلا معاشاتهم، والحال أن ما يسمى رجال الأعمال أخذوا مليارات من المال العام لم يعيدوا لا تلك يعني القروض ولا يدفعون ضرائبهم، وبالتالي الإضراب كان شعاره الأساس هو نريد عدالة جبائية، لا نريد من الموظفين أن يحملوا لوحدهم يعني عبء يعني الميزانية. وبالتالي ما جرى البارحة ليس عار على تونس، وإنما ربما أحد عناوين تونس الثائرة أن المسألة الاجتماعية مسألة حارقة، وأن الديمقراطية ليست فقط حق الثرثرة في البرلمانات وإنما هي الديمقراطية الاجتماعية. ومع ذلك أن الحكومة يعني الليبرالية التي اكتوينا بإجراءاتها قبلت بقانون اللعبة، ويعني لم تخرج البوليس لصناعة ما سموه خميس أسود عام 78، وإنما رأينا أمنا يقبل بحق الناس في التظاهر. كانت رسالة أن تونس الديمقراطية لا يمكن أن تبنى على جمازم الموظفين، وإنما مثلما تتقاسم التضحيات تتقاسم الثمرات. هذا بالضبط. نعم. ما جرى. نعم، هو في النهاية على الجميع أن يقبل بهذه التظاهرات وهذا الإضراب، لأنه في النهاية حق قانوني مسحوب من الدستور، وهذا لا يناقش فيه أحد. لكن اليوم نحن نريد في النهاية أن نصل إلى حل. ما هو الحل الذي يراه الاتحاد مناسبا؟ لأن الحكومة في المقابل تتحدث عن مسألة ضرورة الجلوس على طاولة واحدة، ضرورة الحوار مع الاتحاد حتى لا تتضرر البلاد في النهاية ولا يتضرر المواطن التونسي. هو أخي الفضل الاتحاد رفع شعواء يعني على الأقل نقباته الأكثر حيوية يعني نقبات التعليم خصوصا أشهر شعاراتهم واجب عدالة جبائية. الناس السيد رئيس الحكومة السيد يوسف يعني الشاهد عندما نكثف برنامجه الذي به يعني تقدم إلى التونسيين قال مقاومة الفساد. الرجل لم يتقدم ولا خطوة واحدة لتطبيق القانون الموجود، لكنه لا يسود. الناس يطالبونهم بتطبيق القانون، تريدون الجبائية. ما ثمش ديمقراطية، ما ثمش دولة في العالم ما فيهاش ضرائب. الضرائب لماذا لا تقتطع إلا من أصحاب المعاشات؟ والحال أن واجب التقدم إلى مسألتان في تونس يقسمان ظهر الاقتصاد في تونس، وهما التهريب والتهرب الضريبي. التهريب قسم ظهر الصناعات المحلية لأنها هي الوحيدة القادرة على مراكمة الثروة وبالتالي تشغيل الناس. الدولة ما لازمش تشغل الناس، ورأس المال ما لازمش تشغل الناس، وهو مستباح. الأسواق يعني تونس أصبحت جبال من يعني سلع التهريب. والتهرب الضريبي يعني ناس تاخذ امتيازات من الدولة وتعوض بها الدولة. خرجنا من طور الدولة الاجتماعية التي ترعى يعني مصالح الأغلبية المضطهدة، ووجدنا دولة ترعى من مصالح من يتهربون من الأفراد ومن يتهربون من سيد البوعزيزي، ما رأيك في النهاية أن تتم زيادة أجور الموظفين في كامل القطاعات وتجلس الدولة في مشكلة جديدة وهي التضخم؟ سامي، ما جرى في تونس هو خديعة وكذبة. ما طلبت زيادة في الأجور، من فضلك أنا أجيبك بصفتي الأكاديمية، ما طلبت زيادة في الأجور. صار
يعني اعفاء من يعني دفع الضرائب، يعني كان مثلا يقتطع من معاش 300 دينار اصبح يقتطع من معاشك 200 دينار فقط. عندما تذهب الى القباضه الماليه باي اجراء تجد كل تلك الديون اللي هي زادت يعني في 100 دينار في معاشك الشهري، تجد نفسك انك مدان في 1000 او 2000 دينار. يعني صارت تلبع على الناس اقتطاع من يعني من الضرائب وتوظيفه على المعاش، لكنه ينتظرك لسداده طيب. عند اول خدمه في القباضات الماليه. يعني لا مش هيك المساله، ان الثلاثين المستعدين اجورهم تنقص اذا وجدوا مشروعا وطنيا تتقاسم فيه التضحيات. طيب سيدي البو عزيزي، هنالك من يقول بان بعض الاطراف في الاتحاد تسعى الى بين قوسين تخريب العمليه السياسيه خاصه في المكتب التنفيذي، كيف تردون على ذلك؟ وما الجدوى من رفع شعارات تطالب باسقاط حكومه الشاهد بالامس في الاضراب؟ نعم اخي، في اجندات سياسيه متقاطعه، لكن ال 700,000 موظف كما نقول باللهجه التونسيه ليسوا سيدي تاتا، ليسوا في يد قياده متنفذه او جزء من القياده المتنفذه. الناس الذي خرجهم الى الشارع بالدعم والاضراب هم جنوبهم المثقوبه. نعم فيه تقاطعات رخيصه يعني لصالح اطراف تريد ان تضحي بهذه يعني الحكومه. نقول لهؤلاء الوظيفيين أن المعركه ليست الاطاحه بالشاهد، لان الشاهد بتشكيل حكومه اخرى لن يتغير الوضع. النار عندما يقولون اسقاط النظام مش معناها السلطه، يعني اسقاط نمط التنميه الذي استوى به التونسيون واستبت به سيادتهم الوطنيه، يعني تغيير الخيارات وليحكم الشيطان. هذا طيب. هو المعركة. طيب ما رايك بالحديث الاخر سيد البو عزيزي حتى قبل ان اختم معك، الذي يشير الى خشيتكم من وصول حركه النهضه الى الانفراد او الفوز ربما بمصطلح ادق يعني في الانتخابات المقبله هذا العام؟ اخي هي الثوره تجر الجميع من السنتهم، اذا ناس اعمارها كامل تتحدث عن عفو تشريعي عام او عن الديمقراطيه او عن الحكم المدني، واذا اليوم لانه وجد احد خصومهم معناها في قلب هذه المكاسب يرتدون، هؤلاء قله تافهه. يعني بالعكس الثوره كشفتهم ويعني كشفت انهم انقلابيون، اما التونسيين وانت الان نتكلم فيك تو من قلب الشارع عمره ما مجي التونسي يعارك أن الطرف السياسي هذا ما يجيش او يعني التونسيون قالوا عندنا جمله حقوق نريد ان نراها على الارض. هذه دعوات معزوله من بعض النخب المتنفذه، لكن في اول امتحان سيسقطون، يعني وجربهم الشعب في اكثر من حمله انتخابيه ولا يعطي فيهم الثقه، وبالتالي هم مهزومون، لذلك يلجؤون الى هذه الطرق الانقلابيه الرخيصه. سيدي الامين البو عزيزي شكرا لك وعذرا على المقاطعه. النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل شكرا جزيلا لك. زياد بومخلا، يعني الاتحاد على ما يبدو من هذا الحديث أنه يريد الحكم ولكنه لا يريد أن يتحمل أعباء أيضا الحكم في تونس. هل يريد الاتحاد في النهاية أن تبقى الحكومة ضعيفة قادر هو على توجيهها والوقوف في وجهها أيضا ومواجهتها في كل محفل ومتى ما أراد وأينما أراد؟ بالمناسبة الاتحاد يمارس سياسة حكومة الظل، يعني هو في الحقيقة متواجد في هذه حتى في هذه الحكومة، حكومة يوسف الشاهد، ولا تمر أي حكومة إلا بموافقة الاتحاد الحقيقة، وهذا يعلمه كل التونسيين ويعلمه تعلمه النخبة السياسية جيدا. الاتحاد يريد أن يحكم من خلف ستار، طبعا المعطى النوعي هو ما عبر عنه في أنه معني بالانتخابات القادمة، هذا قد يغير من سياسة الاتحاد ويجعل الاتحاد أمام تحدي جديد، وخاصة أنه ممكن الاتحاد وجد نفسه معنيا بهذا في ظل ضعف المنظومات الحزبية وعدم قدرتها على صناعة التوازن معه. الأيام القادمة الفترة القادمة ستنبئنا بطبيعة الخارطة السياسية الجديدة التي ستحكم البلاد في المرحلة القادمة. ممكن الاتحاد كذلك برز أكثر في هذه المرحلة وتصدى هو أكثر للمشهد السياسي في ظل ما كنت تذكرونه، أنه تقريبا في المقابل حركة النهضة بقيت الطرف السياسي الوحيد الذي يصنع التوازن. الاتحاد أنه يأتي ليصنع التوازن مع حركة النهضة ويحد من قدرتها على الهيمنة على الحياة السياسية، وبالمناسبة الحياة السياسية التونسية تحتاج توازنا ما، ولذلك انتخابات 2014 التي أنتجت النداء والنهضة لقيادة البلاد كانت مهمة في تلك المرحلة بالذات. للأسف النداء لم يصمد في ظل أوضاعه الداخلية وفي عدم قدرته على إدارة الاختلاف السابق، وهو ما أنتج انهياره في الانتخابات
الانتخابات البلدية السابقة التي فازت بها حركة النهضة، ولذلك اليوم هناك واضح أن الاتحاد قلق من تفرد حركة النهضة بوجودها في المشهد، يريد أن يصنع التوازن مع هذا الحزب، ويريد أن يقول أنه هو العنصر أو المعطى الأساسي في العملية السياسية، وأنه لا يمكن تشكيل أي مشهد سياسي من أي نوع ما إلا بموافقة الاتحاد. ولكن للأسف أنه جزء من خطاب الاتحاد انحرف في بعده الاجتماعي ليطغى عليه البعد السياسي، ولذلك الخطاب بالأمس كان خطابا سياسيا بامتياز، يخاطب الأطراف السياسية، يعبر عن رؤية سياسية لإدارة البلاد، يرى يرذل الأطراف السياسية الأخرى المقابلة، بما يجعلنا أمام صعوبات حقيقية في إدارة يبدو العملية السياسية في المرحلة القادمة، وبما يجعلنا كذلك أمام تهديد حقيقي يتمثل في هل ممكن أن ننجز الانتخابات في موعدها في ظل هذه الأزمة السياسية وفي ظل تصاعد هذه الأزمة. ربما كان أقرب إلى خطاب الزعامة منه إلى ربما اتحاد يضم عدد من النقابات. زياد بومخلا، سعدنا بالحديث معك واستضافتك، شكرا جزيلا لك، الكاتب والمحلل السياسي التونسي، والشكر موصول أيضا لكل من صاحبنا عبر الهاتف خلال هذه الحلقة، ولكم أيضا مشاهدين الكرام على المتابعة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.